مجمع صنع الغاز لورقلا هو يدخل في إطار الاحتفال بالذكرى 60 للحرب التحريرية، ويأتي تكملة لمعارض أخرى كانت تمت في الجزائر العاصمة سطيف ثم وهران. نحن اليوم في مدينة ورقلا التي تعتبر اليوم عاصمة الجنوب بالنسبة لنا. الشركات الممثلة في المعرض هي أظن أكثر من 30 شركة موجودة اليوم، كلها شركات تابعة لمجمع صنع الغاز. نحن بصدد أو لدينا هدف أن نبرز دور هذه الشركات في التنمية الوطنية، وأيضا نبرز مهام كل شركة على حدة، وأيضا هدفنا أيضا هو التعريف بكل ما هو جديد في مجال الكهرباء والغاز منذ الإنتاج إلى غاية التوزيع. بالنسبة لشركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط التي تستضيف الحقيقة هذا المعرض في مدينة ورقلا، لأن ورقلا هي واحدة من مديريات التوزيع التابعة للشركة. بالنسبة لشركتنا إذن هو فرصة للتعريف بالخدمات الجديدة التي وضعت لخدمة المواطن، هي خدمات أكثرها تجارية في النقل، لأنه يدخل في إطارها تصفح فاتورة الكهرباء والغاز على موقع الشركة، الموقع الإلكتروني للشركة. أيضا هناك خدمة جديدة للإعلام والتواصل مع الزبائن عن طريق الرسائل القصيرة. هناك أيضا مجموعة أخرى من الخدمات في مجال استغلال الشبكة الكهربائية، مثل أنظمة التحكم عن بعد للشبكة الكهربائية أو السيستم سكادا، نظام سكادا الذي تم دخوله في نطاق الخدمة في النقل سنة 2012. والحقيقة أن هذا النظام يسمح بالتقليل من مدة التدخل لإصلاح الأعطال، وأيضا إمكانية تأكد من موقع العطب بدقة وبسرعة. الشركة الجزائرية لتسكير شبكة نقل الكهرباء المسمى بجيرتيل هي فرع من فروع صنع الغاز، والمكلفة بتسكير شبكة نقل الكهرباء ضغط العالي 400 كيلو فولت، 220 كيلو فولت و 660 كيلو فولت عفوا، وكذلك مخولة في ذات المحولات، محولة ضغط العالي. وشركة جديدة في شبكة الكهرباء لحية حاسن سعود مخولة كثير لحية الجنوب، هي ولاية الأغواط، ولاية الواد، وولاية ورقلا. معرض ورقلا، معرض مجمع صنع الغاز في ورقلا من 12 ديسمبر إلى 22. هذا المعرض يسمح بتعريف صنع الغاز للطلبة وللمجتمع المدني، وعن دور صنع الغاز والمشاريع التي تنجزها صنع الغاز. السلام عليكم. مسيو بن غوليا الحسن، مسؤول على الشاب سي ار سي ديفيزيون دو سونتر ريجيونال دو كونتول حاسم سعود. باختصار نحب نعرف مؤسسة صنع الغاز موصية للمنظومة الكهربائية، هي عبارة عن فيليال صنع الغاز تكريات 2004. الهدف تاعها ولا الميتي تاعها سي لاكورديناسيون ولا تسيير الشبكه الكهربائيه انطلاقا من محطه الانتاج، عبر نقل الطاقه الكهربائيه عن طريق شبكه كهربائيه، نوصلوا الطاقه والكهرباء الى الزبون المواطن في احسن الظروف، عن طريق عندنا نظام معلوماتي تلقى فيه هذا النظام، تلقى فيه معلومات صدى ظرف
نتلقى فيه معلومات، هذوك المعلومات نقدر بهم لوين نقدروا نسيروا هذا المنظومة لأحسن الظروف. عندنا كما نقولوا دي فاكتور ولا دي وين عوامل وين ثم نقدروا نفيريفيو هذه المنظومة الكهربائية. هذا هو باختصار. دونك حنايا طموحات مسير المنظومة الكهربائية، يطمح مسير المنظومة الكهربائية ليصبح المسير الوتل في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من أجل ترفيهية وتحكمية في تقنيات السير. هي ملا تعتبر خبرة كبرت في موارد المشاريع الشبابية نزاع في المعاملة السرية أخلاقية الماء. باش نوصلوا هذه القيم نستطيع، لدينا مركز، لدينا مركز وطني للتسيير اللي هو المقر تاعو في الجزائر، المقر تاعو في الجزائر، كما لدينا 5 مراكز جهوية، مقرها مقر في العاصمة اللي هو المركز الجهوي للجزائر، مقر تاعو في العاصمة، عندنا المقر الجهوي وهران، المقر تاعو في وهران، عندنا المقر الجهوي ثاني في عندها، وعندنا واحد في سطيف، وعندنا المقر الجهوي لمنطقة الجنوب اللي هو المقر تاعو في حاسب سوي. وتابع عليه ما أيضا هذا المقر صدر هذا المركز الجهوي تابع إليه البول تدرب ريزو صدر إيزولي ثاني هو تابع المركز الجهوي اللي حاسب سوي. هذا باختصار يسمع قدر نقدروا نضيفوا ثاني المسير المنظومه الكهربائيه. واش يدير هو؟ يدير نقطه وصل ما بين الانتاج والطلب عن طريق شبكه كهربائيه، عن طريق شبكه كهربائيه. هذا هو باختصار المسير المنظومه الكهربائيه. وشكرا. Des postes industriels, haute tension, très haute tension, HTT, MT, la réalisation du réseau de transport de l'électricité, ligne aérienne, HTT, et le réseau de distribution, réseau souterrain de distribution, c'est le cap souterrain, HTT, MT, et la fabrication des équipements électriques basse tension. Qui opère à l'échelle nationale, soit pour les postes, les lignes aériennes et le cap souterrain. Pour le Grand Sud, Karakib réalise des postes industriels, ainsi que des postes industriels 200 kV, 60 kV, 400 kV, 220 kV, les lignes aériennes 220 kV, 60 kV. يمكن هذا المعرض هذا جاء باش يعرف بشركات مجمع الشركات النظرة العامة للمواطن هي انه شركة سوبرغاز شركة واحدة وهي نظرة خاطئة، لانه شركة سوبرغاز مكونة من مجمع اللي يضم 36 شركة، وكل الشركات يعني عندها راهي هنا في هذا المعرض هذا اللي الهدف تاعو هو التقرب للمواطن والتعريف بمهام كل شركة. عندنا شركات أساسية اللي هي شركة توزيع الكهرباء والغاز، عندنا شركات محورية اللي عندها يعني مهام أخرى كشركات الصيانه وهذو، وهذه الشركات هذه كلها راهي هنايا في هذا المعرض هذا، وعندها دي ستون هنايا يعني عندها مواقع وين الانسان يقدر يروح يشوف المهام تاع كل شركه، وكاين اطارات يعني قاعد مجمع هنايا راهم يخدموا في المواطن من اجل تعريف اكثر بالمهام تاع كل شركه. الاقبال هنا على المعرض هذا من المواطنين؟ الاقبال كما راك تشوف يعني الاقبال الحمد لله راه كاين
طبيعه الافتتاح لكن اقدام تلح الناس اللي راهي هنايا باش يعني ما تعطش لمعرفه المهام تاع المهام تاع المجمع والمهام تاع كل شركه اللي كاينه في هذا المعرض. كلمه ختاميه مرحبا بكم ومرحبا بالمواطن يعني تاع ولايه ورقلة يجي يشوف الاسئله هنا يعني الناس راهي تخدم المواطن باش تجاوب على الاسئله تاعو وتعرف اكثر بمهام وانشغالات وكذلك يعني الانجازات اللي حققتها الشركه من بين المسؤولين الى الحد. شكرا. هذا المعرض قدمناه à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. On a organisé 4 grands espaces. C'est pour un hommage aux martyrs. On a exposé des anciennes photos de la guerre de libération. À l'intérieur, vous allez trouver plusieurs espaces. On a un espace archives et documentation. Au niveau de cet espace, on a exposé des anciens documents pour valeur historique qui datent de la compagnie Leban jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des documents inédits au niveau de l'espace archives et documentation. On a aménagé aussi un espace communication, c'est une salle de conférence. On a une moyenne de 5 communications par jour. Et ça sera suivi par des débats. Par la suite des débats. Et on a tenu une galerie photo musée. Par domaine, par exemple, on a la production de l'électricité, la production avant, qui fâche la production à c'est l'évolution. On a voulu retracer l'évolution dans chaque domaine. L'évolution dans le domaine de la production, du transport, comment se faisait le transport de l'électricité avant et comment il est devenu aujourd'hui, l'amélioration des équipements et des techniques, le domaine de la distribution du gaz. Ça, c'est la même manière. On a mis aussi en exergue tous les projets des au niveau du sud. Dans la galerie aussi, vous allez trouver les anciens équipements. Dans l'ancien, il peut remonter jusqu'à 1920, les compteurs, plusieurs équipements vraiment qui sont formidables. Et le reste, c'est le marin. اليوم يحتوي على 39 مؤسسة. 39 مؤسسة مقسمة إلى مجموعات. عندنا المجموعة الأولى هما لي سوسيتي ميتي دو باز اللي هي القائمية تاع مجمع سون الباز المختصة في كي أسور لا برودكسيون إنتاج لو ترونسبور إلى ديستريبيسيون دو ليكتريسيتي. وعندهم ثاني مهمة اللي هي لو ترونسبور إلى ديستريبيسيون دو كاز بار كاناليزاسيون. هادو يعيطولهم لي فيليان ميتي دو باز. وما عندنا لي سوسيتي تخاف كيما دوك تشوفو كهراكيب كانا غاز انيرغا تركيب. هادو سي لي سوسيتي ترافو كي سون سبيسياليزي دون دومين دو لانجينيرينغ مونتاج ديال رياليزاسيون دي ريزو. وما عندنا لي سوسيتي بيريفيريك هادو لي سون دون شارج ديزاكتيفيتي انيكس tel que le transport, la manutention exceptionnelle, la maintenance des équipements énergétiques. On a absolument, de toute façon, on a le classement du Maroc, par société. On a mélangé un peu partout. Par exemple, le Kaounaïa, on a des sociétés périphériques. Plus loin, on a les sociétés métiers de base. Et de l'autre côté, vous avez les sociétés travaux. Et au niveau de ce stand du groupe Sénégaz, là, on a mis les chiffres globaux. C'est-à-dire qu'on a chaque thème. تطور القدرة المركبة باغ اكزومبل عندك تطور المخطط الوطني للغاز درنا تطور الشبكة الغاز والكهرباء عطينا دي شيفر من 1962 حتى إلى يومنا هذا فوالا اون غروسو مودو لا بريزونتاسيون دو سالون. كلمة ختامية نقول لكم سانو في بليزير داتو هنا كما قولوا moi personnellement c'est la première fois que j'ai le sud. C'est vrai qu'on a organisé des expositions au niveau d'Alger et au niveau de Séti et au niveau d'Oran. C'est vrai qu'on est à la 4e édition de la Wilaya de Mourla.
j'invite tout le monde à venir découvrir qui est le personnel gaz. Parce que quelques années, ما تعرفش ما هو مجمع سون الغاز. كاين ناس ما على بالوش بلي مجمع سون الغاز فيه 39 مؤسسة. عندهم سون الغاز سي لا ديستريبيسيون. ما يعرفوش بلي سون الغاز سي ان جروب كومبوزي دو بليزيور سوسيتي. ومرحبا بكم. جبنا المعضلة استفدنا من الأشياء اللي راهي هنا من الطاقة الشمسية الأشياء الجميلة المطورة وأن العمل يتطلب القراءة ونقول للسيد الوالي سيد والي ورقلة أن يعيد هذا المعرض ويزيده أكثر روعة.